نتحدث حقيقة، هذا الكلام اللي تحدثين به يعطينا مؤشرات. احنا مثلا بالعراق من كنا نتابع العملاق فريد شوقي بأعماله، محبين حقيقة للفن اللي قدمه، وتأثرنا عندما كان الفن هو من أجل الفن ليس من أجل شباك تذاكر أو المردودات المادية. كان في عمل جعلوني مجرما، تغيير قانون خاص بالدولة المصرية بحيث ألغي السابقة الأولى وتحددت اختيارات، وأيضا في كلمة شرف صارت طبعا. هناك الزيارة الخاصة إذا كانت مناسبة فرحة. هذه المنجزات الكبيرة، التوصيات المهمة لفريد شوقي، لرانيا فريد شوقي، ما كانت التوصيات المهمة على مسيرتك الفنية الإبداعية؟ شنو أهم نصيحة كان يوجهها لك؟ هو بابا بالنسبة له، يعني بص، هي كل الناس حاسة قد إيه فريد شوقي بيحب بناته وبتاع، احنا رقم اتنين في حياته، السينما والفن رقم واحد ثم احنا. هو كان مهموم بقضايا المجتمع، والمجتمع مش المصري فقط، العربي كمان. يعني في افلام هو عملها يتصور في المغرب، وكان فيه عن القضية الفلسطينية، وكان فيه فيلم افلام كتيرة. يعني للأسف طارق بن زياد مثلا لم يكتمل التصوير، في يعني اعاقات كده حصلت انها ما تكملش. فهو انا اتربيت على كلمه كان دايما لما يجي منتج مثلا او سيناريست يقول له في ورق يا استاذ فريد، يقول له قول لي القصه في جمله، اختصرها، اختزل كل الاشياء. جمله صعب، صعب. لو لا، يعني انا ممكن اجي اقول لك جعلوني مجرما ان هو طفل صغير سرق فتحول اصلاحيه، وبعد ما طلع من الاصلاحيه دي جمله، فانت شايف ان في معنى ليها. فهو بالنسبه له كده ان الجمله هي اللي بناء عليه تحدد انا اقدر اعمل الفيلم ده واقراه فعلا واخش فيه ولا لا. فانا واخده عنه ان هو العمل اللي انا بعمله ده ايه لازمته، يعني هل هو عمل مفيد، هل هو، انا مش بقول ان كل ما يطرح على الفن لازم يكون قضايا وبتاع، لكن ما يضرش الناس. انا من وجهه نظري كده ان انا مش عايزه اضر حد، يخدم الذائقه والمتلقي والمشاهد بالظبط. يعني في اعمال للضحك للتسليه برضو، ده نوع من الفن وحلو جدا، صح. لكن ما احبش ان اكون يعني مثال وحش. يعني مش عارفه اقول، يعني بس هي كده، يعني البني ادم سيره، فعايزه لما انا اموت مثلا يقولوا الست دي عملت حاجات كويسه، ما عملتش حاجه تقلل منها، يعني حب يدون التاريخ بالظبط. ودايما كان يقول لي البني ادم سيره، ودي حقيقه. البني ادم سيره فعلا طبعا. كان دايما برضو التواضع، اياك والغرور، يعني اعرفي ان اللي عملك هم الناس، صح. فانت دايما ولائك للناس هم اصحاب الفضل. فهو تركيبه، يعني سبحان الله. انا دايما اقول ربنا اختار له اسم فريد، هو فريد فعلا، اسم على مسمى. فعلا والله.